يقول: حينما يذهب الإنسان إلى مكة المكرمة خلال شهر رمضان ليجلس هناك أياما بالتعبد الخاص، فإنه يصرف تكاليف مالية كبيرة، فهل الأفضل الاقتصار على العمرة ثم الرجوع إلى بلده وصرف التكاليف المالية الأخرى في وجوه البلد المتعدي نفعها مع ظهور الحاجة إليها لصرفها في وجوه البلد الأخرى؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن العمرة في رمضان فيها فضل عظيم، وهي تعدل حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث. ولا شك أن بقاء المسلم في مكة أيام رمضان ومجاورته واعتكافه في المسجد الحرام أن هذا أولى فيه فضل عظيم، وصلاة واحدة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة من سواه من المساجد، لا شك في ذلك كله. ولكن إذا كان هناك محتاجين يعني فيهم حاجة إلى الصدقة والإعانة، فكونه يدفع تكاليف العمرة إلى المحتاجين أفضل من كونه يذهب إلى مكة للعمرة، لأن ذهابه إلى مكة للعمرة أجره قاصر عليه ونفعه قاصر عليه، أما إطعام المحتاجين والجائعين فهذا نفعه يتعدى، والعمل الذي يتعدى نفعه أفضل من العمل الذي لا يتعدى نفعه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، حتى أفضل من كون الصلاة ب100,000 صلاة في الصلاة. نعم، يضاعف الله الصدقة إلى صادفة محتاجا بنية صالحة يضاعفها أضعافا كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فلا يعلم أجر الصدقة إذا صادفت محتاجا وكانت بنية صالحة للمتصدق لا يعلم ثوابها إلا الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تجد من الناس الرغبة، واسمح لي أن أقول الرغبة الجامحة بالبقاء في مكة المكرمة وفي بيت الله الحرام وفي المسجد الحرام، رغبة كبيرة جدا شيخ صالح، لا يغفلون عن هذه الأمور، ماذا يقال لهم؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الذهاب إلى مكة والإتيان بعمرة والجلوس في مكة من الفضائل العظيمة، ولكن نفع المحتاجين ودفع حاجة المعوزين وتنفيس الكرب عن المكروبين هذا أفضل. المسألة مسألة تهذيب وترجيح، وإلا فكلها أعمال صالحة، لكن الأعمال الصالحة تتفاضل وتترجح